العالم دخل بالفعل مرحلة الحرب العالمية الثالثة كما يرى سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني ألكسي دانيلوف، الذي حذر من أن الأحداث في العالم ستتطور ولن تتوقف. ورغم العداء بين دولتيهما، كان لديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي تحذير مماثل. ميدفيديف المنتقد للغرب بقسوة يقول إنهم لم يتعلموا الدرس، درس قدمته روسيا بردها الصارم في جورجيا عام 2008. يقول ميدفيديف إنه لو فهم النيتو وواشنطن الإشارات لم يكن العالم ليضطر إلى مواجهة تهديد الحرب العالمية الثالثة. الخصمان يتبادلان الاتهامات في إشعال الحرب وسط جثث ومبان مهدمة وذكريات أصبحت تحت الركام. هي الحرب صواريخها تنطلق، روسيا تجرب صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، أطلقت عليه الشيطان 2، وكأن اسمه يصف كيف ستكون ضرباته. يقابله صاروخ آخر ينطلق بتجربة أمريكية، فلن يمر الشيطان 2 دون أن يقابله رد. من 8-3 عابر للقارات أيضاً بالتجربة، غير مزود برأس حربي. تقول واشنطن إنها ملتزمة بالاتفاقات الثنائية وإنها قدمت إشعاراً مسبقاً لموسكو. سباق التسلح هذا يتدحرج نحو مواجهة أكبر، يذكرنا بتحذيرات عراب السياسة الأمريكية هنري كيسنجر من حرب بين أمريكا والصين. رفاه السعد، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.